الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، وأقدام جني صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. النهي عن قراءة القرآن في السجود، وعين كجر لي سجود يا وحيالي لحلي لي أذكرتي يا أدعيذي لقد عي سنة يي أي إنه قد مليان وخص بحري. وحاشا يقول رحمه الله تعالى النهي دين ماذا والنبي صلى الله عليه وسلم دي دي النهي عن قراءة القرآن قرآن كي لقوا آخر في السجود سجود الحديدة. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى مديدا عن قراءة القرآن قرآن آخرين دي سافر ركوع والسجود ركوع دي سجود لقوا آخر ويأمر وحن فري بالاجتهاد كدداند والإكثار يبطسش من الدعاء دعاء لبصاص في هذا الركن ركنيا كما في الركوع كما مضى في الركوع ركوع لسين وقصر مرتين. وكان وحانا يقول مدري أقرب ما يكون العبد من ربه أضانق حلي وقلوا يا ربي وحوي وهو ساجد مركا وسجود سيه من حاصل يقول لهلي والحال هو يسمو ساجد وسجود سيه فاكثروا الدعاء فيه دعاء بضصد سجود الحديد. وحشا يقول الله يا هاي وحنبي صلى الله عليه وسلم مدي إذا القرآن كالقو آخر يوم مركه وقفه ركوع سيئه هي مركه سجود سيئه هي تبدل كذا نوحه وفري انه سجود كد ذاله او بدصده دعاده وحين لقد عيسان ايه اما ذكره لقو اخرين ايهنا حرائيه نسو قادرنا او الا لبيتوان ذكره قار عامه هي قار سنة الليل كابة وانه صوت المعمل. وحنو أحمد إلى هذا أدنك ربك وحاو قدو يهي مرقى وسجود سيهي دعاء بضصد يعني وحقيقة إنو إلهي إذكا أجيب إيه حرد سيهي قدو يهي مرقى سجود إنا يكفض بأن دا إيساق وسجود الله نيريا يكفض بأن دا إيساق أي حديثك إنا توصير إياه حديثك إمام مسلم أبو عوانة إيا بيهقي أي ورين إياه. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى مديدا عن قراءة القرآن قرآن كاخرين ديسا في الركوع والسجود لقوا آخر يوم ويأمر وحن فري بالاجتهاد الددان يوال إكثار بطسشا من الدعاء بطسا في هذا الركن كما مضى في الركوع ركوع ذا السدين وقصور مرتين. وكان وحنها يقول مديرا هذا أقرب ما يكون العبد أضانك يعني أنشي سحلق وقلوية هاي من ربه ربه مدح حاصل يوي والحال هو يسمو ساجد وسجود سيه فأكثروا الدعاء فيه سجود الدعاء بطصدا إطالة السجود سجود ليرين تيدا. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل مذكير السجود وسجوده قريبا من الركوع ركوع منه في طول حق نرركا وربما بالغ إنه كحل لرادنا والاركا في الإطالة ليرينتا لأمر عارض أرين سود رديه وكتبه كما قال بعض الصحابة سيا صحابة قاركود بأهل أذين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن نقول صبحي في إحدى صلاة العشي قال إنك الضنب لبي صلاة متكمدة الظهر أو العصر ظهر مع عصر والحال هو حامل وحنبار سيها يوسدو حسناً حسن بن علي أو حسين أم حسين بن علي لماذا بدأ يوسف وشك الراوي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي يا هرم مري أو حقي هرم ريسي ودتك وتكيو فوضعه وحوين كي رادي عند قدمه اليمنى قمدي ساء ملوكتي سامدي أكتئ ذا ثم كبر لصلاة صلاة أيو كبرتيو الله أكبر أيو يلي فصلى دبيتر واتكذي معنى سرادين وتكذا أيوب ذكرين
فسجد وحسجد بين الظهرين بين الظهراني صلاته صلاتي سدخده سجدة سجود يسجد اطالها وديري قال وحو يني مركا صحابي حديث جوريني فرفعت راسي مدحيي ايا كل سو قاده من بين الناس ددك دخدودي فاذا السبي وما يدو سبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبرك رسولك وكسبيهي والحال هو النبي قلنا ساجد السجود سيهي فرجعت إلى سجودي سجود إلى أيار النقضي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مركو دمي قال الناس ذاتي وحيكونا يا رسول الله إنك أدو سجد وحى سجودي بين ظهراني صلاتك وظهراني صلاتك صلاة هذا النحدة هذه اعتنى سجدة سجود يا سجودي أطلت هذا رئيسي حتى أظننا إلا نمريني أنه قد حدث أمر إنه وحسود الرياء وحكوي مادين أو أنه يوحى إليك أمين لقو وحيون قال وعر كل ذلك لم يكن كان منتي ماهان ولكن ابني إنك يرانستي أي ارتحلني راح إلي قاديد قدي طيو دوش أي قفولي فكريت وحنعي وحنعيون كهدي أن نعجله وين أنددتشيو حتى يقضي حاجته انت ودنتيسا يكر كرديسا وكلا ما يصر ايو انا ككرا جراء ما كقصو ايان وحو يلي بصدي وحالك الشيخ ونوقه الله يا سجود ان لدير ايو وحو لي هاي وحو ها النبي صلى الله عليه وسلم سجود متكييلا قريبا من الركوع ركوع ذا مذنو حق الاركا ورتين تلماني دي الركوع ذونا انا ايضا قيام كي هوري oo ila saddex suradood oo kuwa dhaadheer kamid ay inuu ku akhriyay ayay markaa inuu hore urquucda ugu soo horo maray markaa sujuuda raasaas oo kale ayuu dheereen jiray waliba sujuuda uu dheereen jiray waxa ay ahayd iyo goorale salaatu leylka ama salaadaha gaar ka ah laakiin de salaadaha dadka la tukinayo waxoogay waa la dheereen laakiin de dheereen inta leeg ayada lagu sameyn maayo way nabiga sallallahu alayhi wasallam waakiin de faray mucaad markuu mid dadka tukiyo إنه وصل قابية وين مد وين هي مد باهيلة هي مد حنوصل إياها وأكون دبت كريان وعلى الأرجاء مرة لقار كودين ونير أيو سجود أرينكو تمي دردد دير نيرين مركا حد كبحنا ما هي ونيرين وكبح سنة ما كدون أنت معتاد كهاي لو عدل هاي النبي صلى الله عليه وسلم وسجود كون سبعين كريان وحمرك تلمام يا حديث ابن خزيمة في صحيح وكورين أيو بيهق لمركة مرسلهان وكورين أيو أي وحي إلي بعض الصحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيام نقو صوب حي لبدا صلاة ذي قلي كدم ظهر عصر مد كمدة إستقو دوني يينو نتوقي مركة حل قادي قادي وحانو مركة حنبار سنة أما بوه السيدي لبدي إناني أووو وها مد كمدة حسن أم حسين مركة روية وحو كشكيه إنه حسن هاكو سيدي يا حسين إنه هاكو سيدي دبت النبي صلى الله عليه وسلم هراء يوم رئيسي ودلك وتوكيو المهي يرى يوم ركاس سيدي هل كان لقتي سامي دي أم قمدي سامي دي أكتئ ذا أيو دي صلاة دي يوم ركاس أكبر تيو حرات برتحرام كيبو ليمو دي طرف صلى فبدأ في الصلاة صلاة دي أيو بلعبي دبت نوى سجود بين الظهراني صلاتي أي في أثناء سلادي سلادي سنح ذا هذه أي أبوح سجوده هل سجوده آذو ديريي دي متانيك السحابي حديث قولين يا أبوح يلي ويعني أبوح بقى طيبين سجودي والله قد توصيه وأنو يسوق مغلينينو مدحي أيان كورسو قاضي دك يوم سجود سنح ذا مدحي كورسو قاضي مو دي متانا وحن أركيبو يلي المهي يرأي وستي حسري حسين كي وها ورسولك نبرك كفوري يعني مركي وراء اكتيسة ايو ديجي مركي النبي صلى الله عليه وسلم صلى سجودي ايو نبرك كفوري النبي صلى الله عليه وسلم بغى سجود سيها مركي انا رندا اركي ايه وحر ان يقول سجود يكون نغضي تاسي وحي مركي تلمام ايسا ان قفقو حديو امامك كهر مرو او اما دي خد يقف هامبا وقهر مرو اما بدي اسان ننقر وكرا اسمه وتسيسوا وقهر مرو إنه يواجب تايمر كائن وكل نقضه واحد كانوا يقول لي هنا ما تشرتوا ومثلا هديات سلام النقصة توكل وايد عضاء إن سلام النقصة تبع إمام جيو سلاة دي أمولي سلام النقصة أما دي مساجد دي مكواك وضع ميكروفون كاهو
dibadan baa ka haysatay masajid ay isku dhawdhow oo loo masajid halkan masjid Nuur iyo masjid Bashir iyo masjid kale masajid ka horeeya ayaa in badan bariyaan meel si akhri sharif taas ka taagnaan jirtay ani waxa weeya ama imika masjamaa iyo ka yaro kale dhibaatoas ka dhacda walad baalin booray dadkina way iska maqay waa masajid kale aamiin baa kan laga oranayaa dibaatara dadkina way iska wada maqay yiin heen baa waxa nagu dhacday mid miskiin oo hoosho inuu dadka markaa wax weydiisa doonaya ayaa masajid ku jira dabeetana shawkii hore salaama naqsigiisii buu maqlay dadkii waa taxaydkii bilaabay dabeetana intuu isagu saarbansay isku tagay walaalayaal markaa suu yiri isagu qoladii hore la saaba naqsaday markaa way iska dhacdaa dadku way iska maqan yihiino inuu markaa ismoodsiyaba in la salaama naqsaday ama waxyaalo kale dabeetana imaamka ama salaama naqsiya ama wax kale inuu kala hormaro isla markaa automatically salaadiin baa dib ugu noqonaysaa imaamkii baad halkii ka raacaysaa warad la salaama naqsanaysaa wax kaloo lagugu leeyahayna ma jirto markaa studio baa ku noqday buu markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam salaadii u dhameystay ayaa dadkii waxay ku leeyahay ya rasuulallah waa sujuuday salaadaadan aadna tukinaysay dhexdeeda sujuudaadu aad u dheeraysay ayaa sujuuday bal ka waran waxaba muslimalaa dee nabiga waxbaa ku yimi oo dee ama waa xanuunsaday ama wax kalea ku yimi amaba waaba loo waxyoonayaayo waxyi ku soo degay daraaddeed ayuu markaa xaaladeedu ku sugan yahay oo saas u dheereeyey nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu ka dhammaantii ma ahaanin oo waxyina ma jirin wax kaloo igu yimina ma jirin laakiin inan ka igi yaraa dee inan kale awoobu ahay le faatima dhashay dhinacana cali oo inadeerkii ahaa iyo faadimo inantiisii ahayd ayaa iska dhalay inan ka igi yaraa ee markaa aan dee watay aan idinla soo galeen halka dhigtay ayaa irtaxalanii bimacnaa ittakhadanii raaxila yacnii rakuuba ama gaadiid uu furo ayuu iga dhigtay waxaan dabeetana nacay buu yidhi inan kaa yar inaan dedejiyo intuu markaa xaajadiisa iyo boodboodkiisa iyo koridiisa dhammaysanayo ee isagu iskii iga soo degayo waxa weeye inaan markaa ka kala gooyay mirqaankiisa ayaa nacaybaa sallallahu calayhi wasallam nabigu leeyay taasi waxayna tusinaysaa nabiga sallallahu calayhi wasallam naxariistiisa iyo tulidiisa ummaddiisa u lahaa xataa yacnii dee dadkaa yaryar iyo ubadkaa yaryar siduu ugu tulaya ama ugu naxariisanayay ayaad garanaysaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa carruurta yar masaajidka in lala soo geli karo ayaynu garanaynaa la qaadi karo oo ay ku fuuli karaan iyadoo markaa dee aanad in loo soo istijeeyey inay nijaas midnaba aanad ogeyn waxa weeye markaa dadkan odhanaya carruurta maradooda nijaasaysan iyo way wada nijaasayeen masaajidka ayaanay soo gelin wax jira maaha laynooma sheegin nabigu inuu soo maydhay inuu soo isjeeyey inuu soo weysayey isagoo sita ayuu yimi waa u soo gelayeeno xataa hablaha u soo gelayeyo markaa dusha nabiga sallallahu calayhi wasalam ka fuulayey oo aan markaa la dhibsanaynin innaguna waa ogtihin saynu carruurta aynu u dhibsanno xadiidkaana saynu tilmaamnay ibni khusayma ayaa markaa sanad xasana markaa ibni mascuud kaga warinaya bayhaqina markaa mursal ahaan ayuu ugu warinayaa وكان صلى الله عليه وسلم وحي يجعل سجوده متكيرا قريبا ميدو دو من الركوع في طول ركوع دا ايو مركا كدوين جيري حق ديرارك اما ديرينتا وربما بالغ وحل اركا في الاطاله حق ديرينتا انو كخيل ليرادو لامر عارض نارين تو ديري دراديد كما قال بعض الصحابه سيدادين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الى ابا نغو صبحي في احدى صلاه العشي لبدا صلاهود غلي كدنبه الظهر أو العصر الظهر عصر والحال هو حامل أسيده وحمبارسيه حسن بن حسين حسن بن حسين فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نبي أياه رمري فوضعه المي راوح عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة أيو كبارتي فصلى ومركى صلاة أيو قريو قدقر فسجد بين ظهراني صلاته ظهراني صلاتي صلاتي سنحده سجدة تنبوس جدي أطارها وديري قال وحر السحابي يحدث كورني فرفعت رأسي ماذا حي من كر السوق هذه من بين الناس ذلك نحذو ذي فإذا السبي وابكي رايو على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله بركي كيسا كسوا والحال هو يسمون النبي من السجود السجود سيحي فرجعت إلى سجودي بان النقضي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مركو دميه قال الناس ذلك وحنا يا رسول الله إنك هذوك سجدت واحد سجودي بين الظهراني صلاة يا صلاة ذا نحن هذه تنا سجدة أطلتها سجودا يا رئيسي
حتى ظننا إلا أنهم رأيني أنه قد حدث أمر الأرهنين يسود رسول كبتبي وأنه يوحى إليك. قالوا كل ذلك لم يكن كان منتي معهن ولكن ابني ارتحلني إنك أيغير براحلة يقاذي ركوب فرائي قدك طيب فكريت وعنا أن أعجله وإن أنددتشيه حتى يقضي حاجته وإنت حاجتي سيبايد سكرنا ما يصريه. وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يسلم تكن فإذا سجد مركز سجوده وثب الحسن والحسين حسن يا حسين على ظهر نبركي سكوب وذي فإذا منعوهما مركز السحابة وديدان أشار إليهم وحو إشاري أن دعوهما إسكدائيا فلما قضى الصلاة صلاة مركز ودمي وضعهما في حجره لابتيس أيودي وضعهما وحدي لبدين في حجر لابتيس وقال وحر من أحبني كي شعراضا فليحب هذين لبدن حج شعراضا. حديث جن مرقى وحى ورينية ابن خزيمة أيها في استاد كوري كهر النسائي ابن عساكر يا حكيمة ورينية كان لكن ضمبة وحى ورينية ابن خزيمة يا بهق أيها ورينية. حديث جن وحى النبي صلى الله عليه وسلم أي صحابته كشيعيان إنه النبي صلى الله عليه وسلم تكرني لما ترى يسقو تكرني يا الله بذا إنه نواجهه هاي ننتي سورة شيخ حسن يا حسين مركه أستوي إنه مركه خجب بودين لما ترى صحابني وتكرني يا ده كده بيسه أي أقوى يرير مركه إنه يكيريان والنبي صلى الله عليه وسلم يكون بودين مركه زي كيريان وإشارة مركه يكيريان أي يسكو دين marka ay doonaan inay ka manciyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ishaaray macnaheedu inay nimada yar la iska daayo ishaaro ayuu u bixinay iska daayo macnaheedu yahay iska ka dul quraane markii salaada u dhameeyayna halka dhabta ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku fariisay marka wuxuu leeyahay qofka marka jecelanaya aniga ay jecelin labadana ha jecelado waayo deenu baytkiisa ayay kamid yihiin ama waa kuwi marka deenantiisu ay dhashay weeyeen. حديث جانا مرجع وحين وكفهمينا ده عروت تيرين مثال يسوق لي كران قفقا مصلي يا هذي تابتان يا هذي كران يا هذي مريض كيادو مدنا مركعين أنا سرادي أنا وحب كيالين وحك لو حديث جاينو كقاضينا قفقا تكر يا هذو إشارة يا تلمان وقف وحكوف أنسية وصليو سرادي سين أنا وحب كنو قرين وقف مركع دي دون إياه inu marka hadee soo galaad sa oran karta qof aad doonaysid xilisaabad marka gacanta sa ku oran karta ishaara ayaad u sameyn kartaa ishaaradaad u sameysayna salaadaadii waxba ka yeeli mayso. Wuxuu hadithna akhra kana sallallahu alayhi wa sallam wuxuu aha yusalli mitugan fayda sajda markuu sujuudo wadaba al-hasan wal-husayn ala dhahri dhabarkiisa ayay ku boodayeen fayda manacuuhuma markay doonaan inay ka manciyaan saxaabadu labadan inana yar ku boodidooda أشار إليهم صحابة وحي الشارية أن دعوهما إسكدائي فلما قضى الصلاة صلاة مركو دمي وضعهما وحي في حجر نبتيسة أيو كفريسي وقال وحي من أحب ليك إتشعراد أني إتشعلي فليحب هذين اللي بضعنا حد شعراد فضل السجود فضل يا إله ذا السجود إيا وجه عمرك صلاة نحن ذا إلهي درتي الله يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول مذي إله ذا ما من أمتي كم بها من أحد قف إلا وأنا أعرف يوم القيامة مرت قيامة وأنا قنصر أيام. قالوا علي وكيف تعرفهم ساتوكنا يا رسول الله في كثرة الخلائق مع كثرة الخلائق أما خلائق ذا فرح بدنا يوكوشنا أما فرح بدنا أنتمركا خلائق ذا يضع الله لقبه. قالوا علي أرأيتك ورها لو دخلت هداد قشو سيرة حرو فيها دحدة خير فرد أيكو سغيهين دهم وذم مذو دهم مذو وبهم مذو قودا آنصفا إيا تلمان كالي آريني هينين وفيها فرس أو كسوغي هاي فرس أغر مركز فوضعد محجل أو مركز حبنه السنة إيا دمدي السنة أي عد عديهين أما كنت ميالا هاتين تعرفوا منها متك قران قالوا بحر بلان مايا وكقران إيا قالوا عرف إن أمتي أمضيض يومئذ مالتا غر كوفود على العدوية من السجود السجود الدرادد محجلون كوفح منه دون يعد عديهن ولا عديوية من الوضوء ويساء الدرادد ويقول وحك الورن إذا راد الله إلى هاي رحمة من حريص مركو دونه
أراد ودوري ومن أهل النار هم نار كمدا أمر الله الملائكة إلهي ملائكة وحفرية أن يخرجوا إليك سو ساران من يعبد الله إلهي كي عابدي إليك سو ساران بوفري فيخرجونهم وسو ساريا ويعرفونهم وحيكو قرنيا بأثار السجود سجود مركا راد كذي بيكو قرن وحرم الله على النار نارتنا إلهي وكحر انتنمي أن تأكل أثر السجود سجود أثر تأثيرات كذا إلي عنطو فيخرجون من النار ويكسوا صاريا فكل ابن آدم ابن آدم لما أنت بمعنى ابن آدم كسوا نارت قريوي ما هي ابن آدم عدن تأكله النار نارت ويعنيسا إلا أثر السجود سجود مرقى أثر تأثيرات كذا موياني ألقوا حشاقوا إنه قال الله فضلك إلا ذهي سجود قفق صلاة نحن يذهب السجود أيه وحولي هاي ورني النبي صلى الله عليه وسلم قف اللي يالي قفق ومضى إذا كم دا أنه مارين تقياما وان قرر يا ورقون صريا مدي سنة دا انتو أركي وحوي انتي صحابة هيدا لنه ليدون marka umada hadan bay iman doonaysaad ku garanaysaa walaal yar rasuulullah ayadoo khalaayiqda markaas ay badan yihiin umadana de waxa laga wadaa inta marka umadu lijaabaha yaani sidewaad marka ku garanaysa ayadoo khalaayiqdi markaas ay farabadan yiro khalaayiq farabadan kuwa hore iyo kuwa dambe marka de aanay jiiminba ay ku dhex jiraan saad ku garan nabiga sallallahu alayhi wa sallam mahsuusa la garanayay buu bixiyo wuxuu yiri وحد كورا دا هداد قشو سيرة سيرة دا وحا اللي دا دا واحرة دا اي دا بوين كا ايو حيوان كا لوصب ايو اي هاد يا قرانا حانتا ايو يعني او دا مركا نتا ايو لوغصب ايو اي اللي دا سير نوي يسيدا ابن عثير مركا نهاية وكوشيق ايو اي وحيرا رمتين لأيام وكاله مركا دادك اهل العلم يقاد دا بيقو دا يقيمو دا كنتو سير ايو حكم دا halka hoose wuxuu markaa sheekh albani ku sheegaya in dabaacadkii hore oo dhan ay dhacday subra subrana waxa weeye waa kuuska raashinka saasay dhacday buul waxaan ahay khada waxa igu baraarujiyay buul arinta fadilatu sheekh bakr bin abdullah abu zayd fi khitab tafaddala bi irsalihi ilayya markay inta soo dabacadood subra ku soo baxday oo aan ugu markaa sida aan u qaatay ayaa sheekha hay'atul kibar kamida hay'a sheekh bakr abu zayd leenaado ayaa quraanii soo qoray buu yiri wani wa taariikhdana waxa ay buu yiri 20 bishii 3aad 1409kii ayuu ii soo qoray uu yiri arintaas waa qalad wasiire subra maaha jazaahu allah khayran buu ilaahay khayr kaga abaali yaani iska mu kibrinin manu qarinin runtii faa'idada uu faa'ideeyay mu qarinin marka waxa weeye waa ta marka halka uu ku xusay marka in faa'idada iyo cilmiga cid ku faa'ideysay aad u tiirisa waxa weeye waa dhaqanka ay dadka culimada ah leeyihiin imikana waxa arkaysa deedada dafirayaba culimadii marka ay wax ka akhriseen ama dadkii markaa wax ka faa'iideysteen ama dadkii markaa ajaladahooda markaa waxa kuroseen bay markaa dafirayaan taasina ma aha siimada iyo dhaqanka helu cilmiga waana sharaf iyo qiimo hayrada ama haweenad qofgaad wax ka faa'iideysatay kelmadna ha ahaatee inaad xuso oo aad ku tiriso markaa min shuyuuqi ka inuu ka mid yahay laakiin haddaad nuqsaan u aragto waxa weeye waa min talbiis iblis isagana markaa cilmigiisu meel gaari maayo cilmiga kontrabanka kiisana waa la qarin doona meel la ku gaari maayo laakiin cilmigu waa ka markaa la kala dhaxlay qof waliba cidda u faa'iideysay uu sheegayo marka xirada ay farduhu ku jiraan duhmun buhmun duhmigu waxa weeye waad hamo waa kuwa madow buhmina waxa weeye kuwa madowgooda aan midab kale aanu ku dhex jirin madowga soo caaya fardaha xiryaha wada madowna uu ku jira faras foodana cad qoobabkiisa iyo adimadiisa iyo dhudhumadiisuna ay wada cad yihiin miyaanad ka garanaynin ka markaa qoobabka iyo foodacad kuwa wada madow waxna ma waa garay mar alla markuu soo galaabo qofku arkaya haddaba ummadaydu buu yidhi maalinta qiyaamaha iyagoo foodood wada cadda iskuudii daraaddeed muxajaliinaho markaa meel alyaaliya meeshii ay weysadu gaadhay ay wada dhalaalayso ayay markaa la soo saarayaa
ummadaha kalena waa dadka wada madoobay noqonayaan iyagana foodi iyo intay weysadu gaadhay oo dhamin iyagoo dhalaalayso ayay soo baxayaan saasan marka ummadayda aan ku garanayo imaam axmed iyo tirmidi ayaa xadiiska wariinaya waxa kala oo fadliga sujuudayna ugu sheegay nabigu wuxuu ilaahay markuu doono naxariista ciduu dooray helu naara laanoo dadka markaa ahlu macaasida ah haddaan markii horeba loo shafeeca qaadi ama ilaahay oon u dhaafin ee ahlu tawxiidka naarta waa la geliya damiyadooda lagaga soo jaraa kadib baa laga soo saaraa marka ilaahay markuu doono naxariista ciduu doonay inuu naxariista ahlu naara malaa'igta ayuu wuxuu farayaa inay ka soo saareen qofka soo ilaahay caabudi jiray naarta way ka soo saarayaan dabeed oo maxay ku garanayaan aahaarta iyo raadadkii markaa sujuudda ay lahayd ayay ku garanayaan aahaarta sujuudduna maaha madowga yar ee halkan dadka kaga samaysna ma aha ee waxay leeyihiin culimmadu si adee siimahum fii wujuuhi min athari sujuud aayaddaaba ilaahay ku tilmaamayay waa nuur iyo iftiin iyo wirwir ka baxaya wejiyadooda iyo intii markaa ay weysadu gaari jirtayba ka baxayso maalinta qiyaamaha la arkayo weeye aahaarta sujuudda ayay ku soo saarayaan ilaahayna waa ka xarantay naarta inay sujuudda markaa asarteedii raadkeedii inay markaas cunto marka naartii bay ka soo saarayaan calaamadaha markaa dee asarta sujuudda ayaanay ku garanayaan ibni aadam dhammaantiida naartu waa cunaysaa dee waa ibni aadamka naarta galay emaha ibni aadam oo dhan way cunaysaa naartu ilaa asarta iyo raadka sujuudda mooyaane xadiidkii bukhaari iyo muslim ayaa warinaya marka cusaadda markaa muslimiinta ee muwaxidiinta inaan naarta lagu waarinaynin ayay markaa tusinaysaa qofkii xataa salaada kasalka uga tegey mar hadduu muwaxid yahay oo ilaahay aan u shariig yeelaynin naarta haba la geliye waxa weeye waa laga soo saaraya madowga yaree dadka markaa kaga samaysma haddii aanu qofku markaa isagu dee ku xuqid uu ku xuqayay iyo ku cadaadin aanu samaynin dhib male markaa isaguna dee aharta sujuudda wuu noqonayaa inkastoo aharta aan xisi ahayn taa macnahuga ay tahay wa kaana sal allahu calayhi wasalam waxaa yaquulu mid yidhaahda maa min ummatii min axadi ka mid maaha ilaa waacaana acrifuhu yowma alqiyaama waan garan qaaluu waxay dhaheen wakayfa tacrifuhum yaa rasuula allah si aad ku garan fii kasrati alkhalaa'iqi walxalam fii kasrati maca kasrati alkhalaa'iqi khalaaqda barbidnida lala qabo qaala wuxuu dhahay araynta ka waran low dakhalta haddaad gasho siiratan xera haddaad gasho fiiha ay ku sugan yihiin khaylun warda duhmun mid madow muhmun oo madowgooda aan midab kale dheehin wa fiiha uu ku sugan yahay farasun aqaru faras food cad muxajalun oo xubnihiisa iyo qoobabkiisaasina ay cad yihiin amaa kundamayadaha in tacrifu mid garan minhaa xaggeeda fardaha madow kaa miyaanad ka garanaynin qaala wuxuu balaa mee waan ka garan qaala wuxuu uhi faina ummatii yowmalqiyaamati maalinta qiyaamaha qurun jamcu aqar weeye aqarna markaa waa kaa fooda cad weeye min asujuudi sujuudda daraaddeed ayay foodoodaas u cadaanaysaa muxajaluuna markaa kuwa ay meelihii markaa xubnahooduna cad yihiin weeye ay weysadu gaadhay min alwuduui min aahaari alwuduui weysa raadkeeda daraaddeed wayaquulu waxa kaloo odhanayay nebigu idaa araada allahu ilaahay markuu doono raxmatan min raxmata man mid naxariistii araada u naxariistiisa doono meelhil naari ka mida amara allahu almalaa'ika wuxuu farayaa an yukhrijuu inay ka soo saaraan man yacbudu allaha ilaahaykii caabudaya naarta fayukhrijuunahum way ka soo saari wayacrifuunahum waxaanay ku garanayaan biaahaari sujuudi wa xarama allahu cala annaari ilaahay waa ka xaaraantinimeeye an taakula ahara sujuudi sujuudda raadkeeda inay cunto fayakhrujuuna way ka soo saarayaan min annaari fakullu ibni aadama taakuluhu annaaru waa cunaysaa ilaa ahara sujuudi mooyaane marka culimmada qaar waxay leeyihiin waa xubnihii laga sujuudaya toddobada ahaay oo dhan culimada qaarna waxay leeyihiin maye waa aljabha faqad waa weji oo keliya qaarna waxay leeyihin waa xubnihii laga sujuudayay oo dhan xadiidkaana bukhaari muslim ayaa warinaya deriskii qaybta sare halka inuu joogto allahu aclam.